ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا، وبشكركم على دعمكم الجميل في الفيديو السابق. واحب ارحب بكل متابعينا الجدد في فيديو النهارده. ولو انت اول مره بتظهر لك القناه وعجبتك القصه، اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو واكتب لي اسمك في كومنت عشان نرحب بيك باسمك في بدايه الفيديو الجاي ان شاء الله، ونضم لعيلتنا الصغيره اللي مش هتكبر غير بيكم باذن الله. يلا بينا نكمل روايتنا ونشوف هيحصل ايه. في المدرسة دخلت سمر للفصل ووضعت شنطتها على مكتبها. سمر بهدوء كده، عايزة اعرف مين كريم اشرف؟ انفت برفع ايده، انا يا مس، انا فخور قوي يا كريم، تعالى يا حبيبي. عايز اعرف يا كركر يا قلبي، مين اقنعك ان الفرانكو هو الانجليش يا حبيبي؟ كريم، يعني ايه فلامينكو يا مس؟ كمان فلامينكو؟ اتفضل يا استاذ كريم، اسف على ازعاجك. رجع كريم لمكانه. سمر، الاستاذ النحنوح، خف تسبيل الله يكرمك يا حبيبي، والبنوته صغيره على الحب، لمي نفسك يا اختي، جاتكم البلا. طرق على باب الفصل ودخل المدير. بقطعكم ولا حاجه؟ اتفضل يا فندم، ولا يهمك، انا بس كنت عايز اشوف مستويات الاطفال في تحسن ولا لا. سمر بصوت منخفض، هو انا لحقت اعمل حاجه؟ ده انا ما بقليش هنا يومين. المدير، بتقولي حاجه يا استاذه سمر؟ لا يا فندم ولا حاجه، اتفضل يا فندم. المدير للطلاب، جود مورنينج. بص له الطلاب ببلاها وفتحوا بقهم. سمر، احي يا كسفتك يا حازم. احد الطلاب وهو بيرفع ايده، انا عارف يا مس اجابه السؤال ده، اجاوب؟ سمر، سؤال؟ طب جاوب يا حبيبي. الطفل، مورنينج جود. بص للمدير ببلاها، نعم يا حبيبي، قلت ايه؟ مورنينج جود، قصده جود مورنينج حضرتك، بس الولد ده عنده حول بس في لسانه. الطفل باصرار، لا هي مورنينج جود، مش احنا لما حد بيقول السلام عليكم بنقول عليكم السلام؟ اهو زيها بقى، جود مورنينج نرد مورنينج جود. بص له المدير، وسمر بتدفع عن نفسها، حضرة المدير دي لسه تاني كلاس ليا ولسه ما بدأناش حاجة، بس مش لدرجة التحية، دي أساسيات يا أستاذة، ودول سنة رابعة. يا فندم، مش أنا اللي كنت مسؤولة عن الفصل، أنا لسه ماسكة قريب، يعني ملحقتش أثبت نفسي. تمام يا أنسة سمر، قريب جدا هعمل مرور تاني وأشوف وصلتي معاهم لفين. بإذن الله يا فندم، وهشرف حضرتك. مشي المدير وبصت سمر للطلاب بشر، روح الله يكسفكم، طلعوا الكتاب الأبيض واسود يا أخويا أنت وهو. في شركات حميد الشرقاوي كان عمر شغال على مشروع، دخلت عليه صديقته وهي فتاة لطيفة جدا وبتحبه جدا، لكن هو معتبرها زي أخته سمر بالظبط. صابرين، صباح الخير يا باشمهندس. عمر وهو بيبص لها، صباح النور يا صابرين، أخبارك؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ عمر ببسمة أخوية، الحمد لله بخير. إيه رأيك تتغدى معايا النهاردة يا باشمهندس؟ عمر وهو بيبص لها، وعارف هي بتفكر في إيه؟ آسف بجد يا صابرين، بس والله مشغول جدا، ممكن مرة تانية بإذن الله. صابرين بخيبة أمل، تمام ولا يهمك، بعد إذنك. خرجت صابرين ونظر هو خلفها بحزن، فهو يعتبرها أخته فقط، ولكن هي لا تنظر إليها كذا. دخل صديق محمد ونظر لصابرين وهي تخرج، هي صابرين كانت هنا ليه يا عمر؟ كانت بتعزمني على الغدا. بصله محمد بحزن، وقام عمر من مكتبه وذهب تجاه صديقه. قلت لك يا محمد صرحها بحبك، بدل ما انت مش عارف ترسى على بر كده، خايف ترفضني واخسر صداقتها يا عمر، يبقى على الاقل عرفت مشاعرها، بدل ما انت متعلق ومش طايل سما ولا ارض. تفتكر؟ توكل على الله يا صاحبي. في المخزن بصت نور في الغرفة اللي هي فيها ووجدت اطفال صغيرة. يا جزم، يعني مش سرقة بس، لا واطفال كمان ومخدرات وبلاوي. قربت نور للاطفال ولقيتهم بيرتعشوا من الخوف، بصت لهم بشفقة من شكلهم وقالت يا رب عديها على خير حتى عشان الأطفال دي، وأنا
والله لما اخرج هتدرب على حاجات تنفعني بدل ما نانيلة كده. في الخارج الراجل الكبير بغيظ، لا ده انت عايز تتربى بقى هاتوه. اتقدم واحد من الرجالة عشان يمسكه، بمجرد ما رفع ايده تجاهه كان الشيطان ماسك ايده وضغط عليها لدرجة انهم سمعوا صوت طقطقة عظمه. بصلوا الجميع بصدمة وتقدموا عشان يهجموا عليه. قام الشيطان مسك كرسي وضرب به الكل وكسروا على جسمهم. جه واحد منهم بسلاح كبير، لكن شيطان مسك يده وقام بكسرها ورماها على الأرض، ومسك واحد تاني وخنقه. وبعد ما انتهى من رجالة المعلم قرب للمعلم وبصله بنظرة مرعبة. انت عايز ايه؟ خد كل حاجة وسيبني في حالي أرجوك. بصله الشيطان ببرود، مش بمد ايدي على نسوان. كل ده كان تحت أنظار نور اللي كانت بتبصلهم من شباك صغير ومتحمسة جدا وبتقول أيوة يا جامد، لا باشا باشا يعني مفيش كلام. ثم فكرت لثواني وليه لا، أنا هقوله يعلمني. وبعد ما انتهى منهم توجه للغرفة اللي متواجدة فيها نور والأطفال وفتح الباب. جريت عليه نور بحماس، الله عليك يا ابني ده انت طحنتهم. بص لها بتعجب من شكلها وتجاهلها وقال للأطفال كل واحد يروح على بيته يلا. جريوا الأطفال للخارج ما عدا ابن السيدة سماسم لأنه كان نايم. شالوا الشيطان وخرج ووراه نور. انت بجد كنت فظيع، انت عملت كده ازاي؟ ها ها، طب هو انت ممكن تعلمني؟ ها اصلا عايز اتعلم ابقى زيك كده. تفتكر هاخد وقت قد ايه اتعلم؟ تفتكر هكون زيك كده؟ انت مش بترد عليا ليه باشا؟ يا باشا. وقف الشيطان مرة واحدة واصطدمت بيه لما وقف فجأة. اه خبطت في خرسانة؟ ايه ظهرك ده؟ جت الست سماسم لما شفته شايل ابنها واخدته منه وهي بتبكي وبتبوس فيه. ربنا يخليك يا ابني يا رب، ويسعدك دايما ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك يا رب. بصت لها نور ببسمة ورجعت بصت للعملاق اللي جنبها الشيطان. ولا يهمك يا ست سماسم، وسابهم ومشي. بصت له نور وجريت وراه. نور ما انت بتتكلم اهو، امال مش بترد عليا ليه؟ ركب عربيته وكان هينطلق وقفته نور. طب حتى وصلني في سكتك ممكن؟ وقف وبصل لها ببرود. قالت له اعتبر دي موافقة، شكرا جدا. وركبت على طول جنبه. عم الصمت في السيارة وبدأت نور تزيل تنكرها. أزالت لون وشها بمنديل وشالت طقم الأسنان وشالت الشعر المستعار. بصل لها الشيطان بصدمة من كتلة اللطافة اللي قصاده. نور نسيت أشكرك على مساعدتي، أنا نور وأنت؟ ما ردش عليها. أنت ساكت كده على طول؟ الشيطان ما كانش معاها في اللحظة دي، كان مركز مع الملاك اللي كانت رفيقة أحلامه من سنوات طويلة. فهو منذ سنوات وهو بيحلم بفتاة جميلة، وفي الوقت ده هي قصاده لدرجة أنه مش مصدق عينيه. نور ما قلتليش اسمك إيه؟ الشيطان بدون ما يبصلها اسمي شيطان. بصت له نور بتعجب من الاسم، إيه الاسم المرعب ده؟ وصل شيطان عند محطة باص ووقف عربيته. بصت له نور ببلاها، إيه وقفتي ليه؟ الشيطان ببرود، انزلي بس بيتي مش هنا، اركبي بس مش مشكلتي. نور وهي نازلة، إيه الوقاحة دي؟ شخص ما عندهوش دم. نزلت نور وجري هو بعربيته بسرعة. أخرجت نور تليفونها واتصلت بعمر عشان يجي ياخدها، وبصت وراها بحزن. كانت عايزة أنها تتدرب على إيده، لكن قررت أنها هتعملها وهيدربها هو، لكن هي إزاي هتقدر توصله تاني؟ ولحد هنا تكون انتهت حلقتنا. يا ترى نور هتوصل للشيطان؟ ولو وصلت هيوافق يدربها؟ ولما يوافق حياتهم هتمشي إزاي؟ بجنون وطفولة نور ولا برود وشراسة الشيطان؟ كل ده في حلقتنا الجاية إن شاء الله، تابعونا. مع السلامة.